عابدة آل علي. نشأت الصديقة الطاهرة زينب عليها السلام في بيت النبوة ومهبط الوحي والتنزيل، إنها عقيلة بني هاشم. لقد أحيطت عقيلة بني هاشم بهالة من التعظيم والتبجيل من أبيها وأخوتها، فهي حفيدة النبي صلى الله عليه وآله ووريثة مثله وقيمه وآدابه، وقد غذتها أمها سيدة نساء العالمين بالعفة والكرامة ومحاسن الأخلاق والآداب، وأفرغت عليها أشعة من مثلها وقيمها حتى صارت صورة صادقة عنها، كما كانت لها المكانة الرفيعة عند العلماء والرواة، فكانوا إذا رووا حديثاً عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في أيام الحكم الأموي يقولون روى أبو زينب، ولم يقولوا روى أبو الحسنين، وذلك إشادة بفضلها وعظيم منزلتها. ويروى أنها سألت يوماً أباها: أتحبنا يا أبتاه؟ فأجابها الإمام قائلاً: وكيف لا أحبكم وأنتم ثمرة فؤادي؟ فأجابته بأدب واحترام: يا أبتاه، إن الحب لله تعالى والشفقة لنا. ففرح الإمام عليه السلام من فطنتها، فقد أجابته جواب العالم العارف. وكان من فضلها واعتصامها بالله تعالى أنها قالت: من أراد أن لا يكون الخلق شفعاؤه إلى الله فليحمده، ألم تسمع إلى قوله: سمع الله لمن حمده؟ فخف الله لقدرته عليك واستحي منه لقربه منك. ومما يدل على مزيد فضلها أنها كانت تنوب عن أخيها الإمام الحسين في حال غيابه، فيرجع إليها المسلمون في المسائل الشرعية، ونظراً لسعة معارفها كان الإمام زين العابدين عليه السلام يروي عنها، وكذلك كان يروي عنها عبد الله بن جعفر والسيدة فاطمة بنت الإمام الحسين. ولما كانت في الكوفة في أيام أبيها كان لها مجلس خاص تزدحم عليها السيدات، فكانت تلقي عليهن محاضرات في تفسير القرآن الكريم، كما كانت المرجع الأعلى للسيدات من نساء المسلمين، فكن يأخذن منها أحكام الدين وتعاليمه وآدابه. ويكفي للتدليل على فضلها أن ابن عباس حبر الأمة كان يسألها عن بعض المسائل التي لا يهتدي لحلها، كما روى عنها كوكبة من الأخبار، وكان يعتز بالرواية عنها ويقول: حدثتنا عقيلتنا زينب بنت علي. وقد روى عنها الخطاب التاريخي الذي ألقته أمها سيدة النساء فاطمة عليها السلام في جامع أبيها صلى الله عليه وآله. وقد نابت عن ابن أخيها زين العابدين عليه السلام في أيام مرضه، فكانت تجيب عما يرد عليه من المسائل الشرعية، وقد قال عليه السلام في حقها: إنها عالمة غير معلمة. وكانت ألمع خطيبة في الإسلام، فقد هزت العواطف وقلبت الرأي العام وجندته للثورة على الحكم الأموي، وذلك في خطبها الخالدة التي ألقتها في الكوفة ودمشق، وهي تدلل على مدى ثرواتها الثقافية والأدبية والعلمية. قد شاء الله تعالى أن يكرم هذه السيدة الجليلة ويجعلها لسانه الناطق وترجمان وحيه ومنهل علمه وعطفه.